الحديث عن المدينة الشبابية في الإجازة الآن حديث ذو شجون، لكن ما مدى استعدادات فريق العمل في هذه المدينة؟ الحقيقة بفضل الله انطلقت يوم الجمعة الماضية قبل يومين تقريبا، اللي هي المدينة الشبابية فعاليتها التي تشمل حقيقة كثير من الفعاليات، تلم الأسرة كلها كاملة في مكان واحد في المطار القديم في شارع الأمير ماجد، في مساحة الحقيقة جيدة لكل أفراد الأسرة. مدينة ما شاء الله مدينة مسماها. متكاملة، نعم الحمد لله، فيها قاعة محاضرات كبيرة تضم عديد من المحاضرات الكبرى للمشايخ الفضلاء. نساء ورجال. نعم، قاعة نساء وقاعة رجال. الملتقى تقريبا مقسوم إلى جزئين، جزء كامل بملتقى اسمه نسائي بكل فعالياته، وأيضا ملتقى رجالي بكل فعالياته. يا سلام. طبعا كل او اغلب الفعاليات التي تقام هنا تقام هنا، لكن كل قسم مستقل بذاته، يعني فعاليه النساء عليها اداره نسائيه وعليها محاضرين وعليها مدربات والى كلها نسائيه، وقسم الرجال ايضا كذلك بنفس الاليه. طبعا يشرف على الملتقى وزاره الشؤون الاسلاميه، بالاضافه للقاعه الكبرى اللي هي طبعا تنقل مباشره على الهواء في عبر قناتكم الرائعه قناه المجد العلميه من الساعه 9:30 الى 11:30 بعد الفعاليات، تنقل جميل فعاليه تنقل مباشره على قناه المجد العلميه وقنوات اخرى ربما خلال الايام القادمه. هذا بالنسبه للقاعه الرئيسيه. في قاعه في عندنا ايضا فعاليه اخرى خاصه بالتدريب والتي انا اشرف عليها، برامج تدريبيه وامسيات تدريبيه اللي هي تنظمها جمعيه المدربين السعوديين، بالاضافه للدعم الداعم الرئيسي لها الشيخ سالم بن محفوظ الذي هو الراعي الرسمي لبرامج التدريب. التدريب يمكن عشان موجود فيه حتكلم عليه بتفصيل اكثر، عندنا اكثر من 23 أو 13 يوم 26 دورة تدريبية، عندنا قاعتين في اليوم، تبدأ القاعة الأولى أو الدورة الأولى في يوميا من الساعة 7 بعد المغرب مباشرة إلى الساعة 11، 4 ساعات في اليوم الدورتين في نفس الوقت. يعني عندنا الحمد لله مدربين قسمين، عندكم قاعتين تدريب. اي نعم، قاعتين تدريب في نفس الوقت. مدربين الحقيقه الفضلاء نتصل عليهم فقط باتصال، يعني ما يقصروا الحقيقه، بس والله مجرد اتصال يجيني على طول مباشره. بعضهم جاء من خارج جده، ويمكن بعضهم حقيقه يتكلف عن السفر كلها على حسابه، كلها من اجل الناس اللي متواجدين والزوار الذين ياتون الى هذا المكان. في مسميات كذا بعض الدورات؟ نعم، قمنا دوره مقياس هيرمان كانت امس، عندنا الشخصيه الدبلوماسيه كانت الاستاذ عادل الشهراني امس، صالح الشهري ايضا كان قدم مقياس هيرمان. في عندنا دورة القيادة، دورة الجودة الشخصية، دورة إدارة الذات، القيادة، يعني كل الدورات حاولنا أن تكون يعني دورات منوعة من أجل الناس اللي موجودين يستفيدوا منها. ماذا عن الرسوم؟ بلاش، مجانية كلها، مجانية كلها تمام. مجانية، ويستلم في نهاية الأمسية شهادته المتدرب. يعني طبعا يمكن ربما أحيانا بعض الناس يسأل كيف طريقة التسجيل، ودائما نقولها أكثر مرة، التسجيل في داخل هذا العام يكون التسجيل داخل القاعة، عندنا قاعتين كل قاعة تتسع إلى 50 فرد، ونعتذر عن أي شخص والحقيقة عليه إقبال كبير الدورات نقول له معليش وعلى رؤوسنا وأبشر. أي فعالية أخرى في الملتقى، أيضا في الملتقى عندنا فعالية رياضية، فعالية أطفال، مسابقات أطفال، في عندنا فعاليات الرياضية طبعا منوعة، كرة قدم، طائرة، سلة، تنس، يعني السلة والتنس، يعني مكان ترفيهي يعتبر إلى أبعد حد. كل أفراد الأسرة واللي اجتمعوا في هذا المكان يمكن كفتهم خلال يمكن 15 يوم و16 يوم. متعشونهم ولا ما متعشونهم؟ ومع العشاء، العشاء بالدعوات هم يدعون. أنتم كذا يعني كملتم الليلة بس باقي عشاء. وإحنا ودنا لو يجلسون والله على رؤوسنا، إحنا نعطيهم نغذي كل شيء فيهم على في هذا المكان الجميل. أيضا عملية الفعاليات فيها جوائز قيمة، فعالية ترفيه للأطفال، مسابقات فيها مسابقات يعني. فيها جوائز قيمة، أحيانا فيها سحوبات من خلال المسابقات التي تحدث، يعني حقيقة فعاليات جدا كبيرة ومميزة، فقط نبغى أهل جدة وزوارها يجونا ونرحب فيهم أجمل ترحيب. أبدا، نحن من منبر قناة المجد وحديث الدار نقول لكم جماعة الخير، جدة غير، وحياكم بياكم لكل من يأتي سواء من أهل جدة أو ضيوف أهل جدة، حياكم الله في المدينة الشبابية. بس أستاذ حسن ينبهنا على التاريخ من 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 وإلى والوقت. الدورة الملتقى بصفة عامة، أي الملتقى بشكل عام. أي نعم، بدأ من 13 شوال إلى 27 شوال ينتهي. نعم. وقت الملتقى، البرامج التدريبية اللي هي الأمسيات تبدأ من بعد المغرب من الساعة 7 إلى الساعة 11. طيب. الفعاليات الأخرى تبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة.
إلى الساعة 12. كرة القدم والأشياء دي، كرة القدم في بعضها تبدأ من بعد المغرب لأنها دوريات، يمكن بعض الفرق بعض الدوريات توصل إلى 32 فريق مسجل الله، وناس ما زالوا مقبلين على الدوريات. فيها شغل والله عظيمة جدا، في حتى فيها كمال الأجسام ويعني أشياء كثيرة حقين الرياضة، يمكن أعلم بهذا الشيء، حمل الأشياء السيارات والأشياء هذه، في أشياء يعني مناشط حقيقة ممتاز جدا، بس مجرد فقط الناس تستمتع ويكون لها حقيقة وجود من أجل الاستفادة من هذه الإجازة. والله يعني مثل هذه الجهود تشكرون عليها يعني.